مراكش. السلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. شوف كل الابطال اللي عرفتهم الجزائر بداوا من المدارس وبداوا من الجامعات، دونك ضروري انه يكون الرياضه اعاده بعث الرياضه المدرسيه والرياضه الجامعيه والرياضه كذلك في مراكز التكوين المهني، مهم جدا لانه الشباب والاطفال وين موجودين في المؤسسات لازم تكون هناك الرياضه، هذه مفروغ منه. السلام عليكم. الحميد بن بديس يقول: يا نشوى انت رجاؤنا وبك الصباح قد اختار، خذ للحياه سلاحها واطلب الحدود ولدها. الزيارات تاعنا المختلفة عبر كل ولايات الوطن نشوفوا من خلالها نقص، وكذلك نشوفوا انشغالات شباب وانشغالات ابطال المنطقة، وبهذا ان شاء الله راح نقدر